مرحبا بحضراتكم. والفقرة الطبية اللي زي ما كنا بنقول كده كل أسبوع بيحمل معانا موضوع يمكن أهم من اللي قبليه. خلينا نرجع كده بالثقافة بتاعتنا شوية ونشوف زمان كنا بنشوف اللي هم الناس اللي فوق السن شوية أو أهالينا وإحنا صغيرين نسمعهم بيقولوا سندوني يا ابني أنا عظمي مش عارف إيه تعبان. دلوقتي بقى الموضوع مختلف تماما، بتلاقي ناس في العشرينات والثلاثينات برضو بيشتكوا من وجع في العظام. الموضوع أصبح عليه علامات استفهام، عايزين نفهم هي العظام إيه اللي حصل لها والأجيال الجديدة ليه مصابة بمشاكل في العظام، وإيه اللي إحنا بنعمله في روتين حياتنا ويومنا ما بيأديش إن إحنا يبقى عندنا جسم سليم وتكون عظامنا كمان سليمة. أمراض كتيرة جدا بتصاب بيها أو بنصاب بيها وفي نفس الوقت بيبقى فيه سبب رئيسي يمكن هو نقص الكالسيوم. طب إحنا ما عندناش ليه كفاية من الكالسيوم؟ إيه اللي إحنا بنعمله غلط؟ إيه اللي إحنا مفروض نعمله صح؟ كل ده هنعرفه من خلال الفقرة. بس خلينا نرحب في البداية دكتور دينا أبو السعود. يا صباح الفل. يا صباح القمر. شياكة النهاردة كالعادة يعني. بتعلم منك. لا والله زي القمر بجد يا دكتور. وموضوع مهم قوي قوي قوي، وفعلا زي ما كنت بتكلم زمان كنا بنشوف كبار السن هم اللي عندهم مشاكل في العظام وده طبيعي، لكن دلوقتي بجد احنا عشرينات تلاتينات بنبتدي نشتكي. هو ايه الموضوع؟ أسباب كتيرة جدا 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 يا نهاوند. فعلا في العشرينات والثلاثينات ده مش سن خالص أشتكي من ظهري، ده مش سن خالص أشتكي من ليه بندهن بقى حاجات يا جماعة اللي جرالنا. أسباب كتير من الأسباب أكيد سوء التغذية، سوء الأكل الصحي، الأكل اللي ما فيهوش فيتامينز، النقص الرهيب في الكالسيوم، النقص في الكالسيوم، النقص في فيتامين د، التدخين. التدخين على فكرة بيعمل آثار سلبية كتيرة جدا، لأن التدخين بيضيق لي الأوعية الدموية، فالدم اللي حامل الكالسيوم وحامل الفيتامينز ما بيخشش يغذيلي العظم، العظم بيتعب قوي. عندك كمان الـ بتلاقي شباب ما بيتحركش كتير، مريحين، المكاتب، الموظفين، الخروجات، الكافيهات، كله قاعد، كله قاعد وما بيلعبش رياضه. الرياضه بتعلي لي كثافه العظم. رياضه ايه يا دكتور؟ ده احنا عندنا ثقافه ان انا لو داخل سوبر ماركت ولا مكان عايز اركن قدامه، لو اركن جنب الترابيزه اللي حاضع عليها. عندك حق والله. وانا ساعات بعمل كده بس كلنا يعني على الاقل نمشي، لان المشي نركن بعيد شويه. لو السوبر ماركت جنب البيت اخد خطوتين مشي. صحيح. والستات البيوت اللي عندهم طبعا ناس بتساعدهم في البيت، قومي اتحركي، اشتغلي بايدك، اعملي اي حاجه، ما تفضليش قاعده. والقعده على فكره بتاثر، يعني لازم طول الوقت قاعدين فاردين ظهرنا. لو من واحنا صغيرين قاعدين عاملين كده يعني مقوسين. فكرتيني والله بكلام مامتي. فعلا. يا بنتي قومي اتحركي شويه. قومي اتحركي. تبقي قاعده وكل حاجه عماله تطلبيها من الناس. فعلا في. لا وانا يمكن وانا صغيره كنت على طول قاعده كده من حالي. أيوة. الاقي جدي الله يرحمه يروح ضاربني في ظهري، افردي ظهرك لانك لما تكبري ده هيحصل. صح. تقوس. عندك اكيد برضو من اصحاب الامراض المزمنه مثلا زي مرض السكر، اكيد بيحصل له ممكن مشاكل في العظم عشان الاوعيه الدمويه الدم ما بيوصلش قوي. فلازم نعمل نتبع اسلوب حياه صح، نقعد قاعده صح، نمشي، نقلل التدخين، المشروبات الغازيه. عندك مثلا الاكثار من المشروبات الغازيه بتمنع لي امتصاص الكالسيوم. ده في ناس بتشربها اكتر ما بتشرب ميه. انا اعرف ناس كتير كده. ما دي مشكله، لازم نحد من المشروبات الغازيه، لان المشروبات الغازيه بتمتص لي الكالسيوم. انا مش عايزه ده، انا عايزه لما اخد كالسيوم سواء من الالبان، من الجبن، هنقول منين مصادر الكالسيوم، الجسم يمتصه. واكيد لو عندي مشكله في الجهاز الهضمي طبعا، لان الجهاز الهضمي هو الاساس، يعني المعده دي ده كل حاجه. الجهاز الهضمي عندي اي مشكله اجري على الدكتور. ما استناش. كل الحاجات دي لو اتبعناها صح ناخر شويه مشاكل العظم. صحيح. طب ايه الخلايا اصلا اللي بتكون العظام؟ يعني خلينا برضو نخش ناحيه علميه شويه. الخلايا بتبقى فيها ميه، فيها املاح معدنيه، فيها الكولاجين. الكولاجين مهم قوي، وعندي مشكله في قصه الكولاجين ان بعد سن 25 سنه بينقص. ده بدري قوي. والله ما يستنونا ال 45 ده بينقص. لا ده بينقص. بعدين 90% من بروتينات جسم الانسان عباره عن كولاجين. الكولاجين اول ما بينقص بيأثر جدا على الغضاريف، جدا بيأثر على الوش، لان الوش محتاج الكولاجين، هو اللي بيدي النضاره وهو اللي بيمنع لي التجاعيد. فلازم اعرف ازاي ادير الكولاجين بتاعي. حاجه حلوه قوي ان في فيتامينات بتقدر تعزز لي على انتاج الكولاجين زي فيتامين سي. أوكي. او النحاس على فكره بيعزز لي على انتاج الكولاجين، فمهم قوي ان انا اعرف اعزز على انتاج الكولاجين واثبته معايا.
طبعا احنا شايفين على الشاشه يا نهاوند. ايوه قلب مالتي بيت. عايزه اقول حاجه معاكي مهمه جدا، كل الساده المشاهدين المحترمين والساده العملاء الكرام اللي بيتفرجوا علينا، احفظوا العلبه، لان احيانا انا لقيت حد من الساده العملاء بعت لي قال لي يا دكتوره دينا ده انا رحت الصيدليه لقيته خلصان، فداني بديل. بعد اذنكم يا جماعه احفظوا العلبه، احنا ما عندناش بدائل. دكتور دينا اكدت على الموضوع ده اكتر من مره، الب مالتي فيت ما فيهوش بديل بالزبط. يعني ما حدش يقول لك ده زيه بالظبط، دي نفس الشركه، دي نفس مش عارف مكونات، لا ده كلام من المصدر، ما فيش بديل لده، لان برضو وممكن على فكره يديله بديل اغلى، يعني أيوه. مش شرط ارخص خالص، فالكلام ده لازم صح. نخلي بالنا. وعايزه اقول ان سعره رائع، العبوه بتكفي شهر 30 قرص. احنا شايفين قدامنا التركيزات والحاجات بتاعت الب مالتي فيت، تركيزاته معقوله جدا، من الزنك، من الكالسيوم، لو انا النهارده هخصص عندي كالسيوم. لكن مهم اقول لهم يا جماعه، هو اتس نوت ثيرابي، عشان ما حدش يقول دكتوره دينا بتقول كذا، اتس نوت ثيرابي، هو مش علاج، يعني هو مكمل غذائي داعم، لان عندك الكالسيوم 70 ملي جرام. الـ 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 لو حد عنده مشاكل كبيره في العظم ودخل في هشاشه محتاج تركيز اعلى بكتير exactly. فما نقدرش نعتمد وقتها على الب مالتي فيت. طيب فدي ده مهم. طب بالنسبه لهنا، يعني انا دلوقتي شخص مش عارف اذا كان عندي نقص في الكالسيوم ولا لا، ايه الاعراض اللي تخليني ابتدي اشعر ان في نقص؟ طبعا التهاب المفاصل اكيد، عندك على فكره فقدان الشهيه برضو، عندك مفيش حاجه تانية لفقدان الشهيه تبقى طبيعيه كده يعني تبقى حاجه جميله الصراحه أيوة. غير ان حد ينكد علينا يعني ايوه صح هو الاكل حاجه حلوه بكل متعه، لا متعه الصراحه أيوة. عندك التقلصات العضلات كمان من الاعراض، عندك الضوافر، ناس كتير بتشتكي من الضوافر، الضوافر عايزه كالسيوم، الكالسيوم مهم للضوافر، والبيوتين مهم والزنك مهم، من اهمهم طبعا الكالسيوم، اول ما الكالسيوم بيقل بتلاقي في نقط بيضاء وبتلاقي على طول الضوافر بتاعتي اتكسرت. دي اهم الاعراض طبعا، والكسل والخمول اكيد، وعدم التركيز احيانا. طب في حد يجي يقول لك مثلا البرسنتجز الموجوده، الدوزز يعني الموجوده في كل اللي هي ايه اسمها ايه قرص ايوه هل هي كبسوله هل هي يعني هل هي كافيه، ولا مفروض ان انا مع الب مالتي فيت اخد تاني مكمل تاني او فيتامين تحديدا، يعني لو انا ما بشتكيش من حاجه، ده اللي هو النورمال، هو ده بقى، انا ما بشتكيش، ما عنديش هشاشه عظم، ما عنديش الامراض اللي احنا عارفينها زي الكساح يعني، او اللي هو لين العظام، او اي هنتكلم عن الملف ده على فكره يعني ما عنديش الكلام ده، طبعا الب مالتي فيت كافي كداعم. لكن لو عندي مرض اكيد بستشير الدكتور، محتاجين فيتامينز اعلى اكيد، يعني نقطة لازم مهمة جدا عشان برضو الناس تكون فاهمة، انت لو عندك حاجة مزمنة ما ينفعش، ده مكمل غذائي، ده لو انت صحتك تمام ما فيش اي حاجة، انت بتدعم جسمك بالفيتامينز اللي موجودة للجسم في حاجة ليها، لان انت برضو اكلنا احنا اتكلمنا في النقطة دي قبل كده، لا يمكن حد او بنسبة قليلة قوي اللي بيقدر كل يوم يمشي على نظام غذائي سليم 100% ويشرب الكمية المفروض نشربها من المية والكلام ده ويمارس المية مهمة جدا. طيب نتكلم عنها برضو، على فكرة المية بجد في ناس ما بتحبش تشربها، يعني دي مشكلة. أنا كنت من الناس دي وحصل لي مشاكل. مشكلة المية، المية أساس كل خلية حية، المية للوش، المية للشعر، المية للأعضاء، للكبد، الكلى، كل حاجة فينا عايزة مية. لازم نشرب على الأقل 2 لتر في اليوم عشان ما نعرضش جسم للجفاف. لو تعرض للجفاف خلاص دخلت في مشاكل كتيرة جدا. فاللي بينسى يشرب مية يعمل زيي، يحط الإزازة جنبه. انا على طول معايا في عربيتي، لو قاعده في كافيه على طول الميه موجوده، لو قاعده في اي حته لازم افتكر على طول اشرب ميه، فده مهم. وبنتكلم على الب مالتي فيت يا نهاوند انه مش علاج، عشان كده بقول اتس لايف ستايل، تركيزاته حلوه معقوله، بنكمل بيه الاكل الصحي، ما عنديش اي مشكله خالص لو كملت عليه لايف تايم او لايف ستايل، عشان كده بقول هو مش علاج، هو داعم
للفيتامينات والمعادن، ونسبه زي ما احنا شايفين على الشاشه نسبه معقوله جدا. هي جدا بيحمي من ان انت تصاب بعد كده بحاجه مزمنه. هي قصه في ايه؟ انا لما بيبقى عندي نقص في حاجه ده بيبقى تراكمات، فانا لو بحمي نفسي من البدايه انا بمنع جسمي ان هو يوصل للمرحله المزمنه اللي انا بقى ساعتها بحتاج علاج يعني مركز او كونسنتريتد لافه عندي او مرض عندي لا قدر الله يعني. طيب لو اتكلمنا عن الكالسيوم نفسه، يعني ممكن نفهم اكتر ايه اصلا الكالسيوم؟ يعني هو عباره عن ايه بالظبط؟ هو ملح معدني الجسم ما بينتجوش، لازم ناخده من الجسم الأكل. تماما ما بينتجوش، لازم ناخده من الاكل. ملح مهم جدا جدا للعظم. أوكي. ملح معدني مهم جدا، مش ملح الطعام. وعلى فكره الاكثار من الملح الطعام بيعمل لي هشاشه، لان الصوديوم كلورايد لو اخذت منه كتير جدا 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 بيقلل لي امتصاص الكالسيوم. مش معنى كده ان احنا نوقف الملح عن الاكل. على فكره انا موقفه الملح بقى، لا انا ما بحبش الملح خالص. لا توقفيه دلع تماما، القلب محتاج صوديوم. طب دي برضو معلومه القلب محتاج كويسه صوديوم. فنعتدل في كميه الملح. القلب محتاج ملح يا جماعه بقدر معقول، لكن لا اكثر منه. الكالسيوم مهم جدا للعظم. الكالسيوم مهم لعظم اسناني. الكالسيوم مهم لعضله القلب لان هو اللي بيعمل الكونتراكشنز بتاعه القلب. قصاده المغنيسيوم، يعني كالسيوم ومغنيسيوم بيشتغلوا مع بعض. كالسيوم مهم، فيتامين د مهم عشان يساعد لي على امتصاص الكالسيوم. يبقى محتاجين كمان ان اقعد في الشمس كويس قوي عشان ناخد فيتامين د عشان يساعد لي على امتصاص الكالسيوم. ده مهم. لو فيتامين د عندي ناقص باخد سبلمنت فيه فيتامين د. هو ده الكالسيوم من اهم المعادن اللي ربنا خلقها لدعم العظم ودعم السنان ودعم القلب ودعم التركيز. هل بيجي لك كومنتات؟ احنا هنقرا دلوقتي برضو اسئله حضراتكم، بس هل بيجي لك كومنتات اللي هي مثلا كريفيو يعني ان هو بيوفر على الناس اللي حياتها سريعه واللي حياتها مش روتينيه، فكل يوم بحاله وكل يوم في حته وعلى طول مشغولين، بيساعدهم في فكره هنا ان هم بيعوضهم عن ان انا يبقى عندي روتين سليم وصحي ماشي عليه وغصب عني انا مش بقدر ان انا امشي عليه؟ هل طبعا بيعوض فعلا؟ بيعوض بنسبه حلوه جدا. وجالي كومنتات كتير من الساده العملاء اللي اشتروا الب مالتي فيد من الصيدليه، مبسوطين جدا منه، مبسوطين جدا من دعم. يعني هو كمان مش بيدعم العظم، يمكن الشباب ما بيحسوش دلوقتي بمشاكل العظم، لكن حسوا بدعم طاقه، حسوا بالتركيز اعلى، حسوا بنشاط احسن، وطبعا بيدعم لهم مناعتهم. كتير من الساده العملاء قد ايه مبسوطين، واللي اشترى من الب مالتي فيد رجع اشترى تاني سواء لمامته سواء للاب، لان مهم جدا جدا ان احنا نراعي جدا اهالينا، نراعي كبار السن. صح. دول محتاجين مننا اهميه كبيره جدا جدا جدا، زي ما ربونا احنا صغيرين احنا بقى ايه طبعا نركز معاهم دلوقتي، وخصوصا ان احنا بنتكلم هو لا يتعارض مع اي ادويه تاني. ما بيتعارضش مع اي ادويه، مش حاجه اسمها مثلا في مرض عند والد حد او حتى عنده سكر او ضغط وكده، لا يتعارض تماما. دي كلها مكملات غذائيه الجسم محتاجها، ملهاش اي يعني اثار جانبيه، وتركيزاته معقوله جدا. وكل مره بحط التركيزات على الشاشه بالزبط. هي دي تركيزات الب مالتي فيت، التركيزات معقوله. الفوليك اسيد 400 مايكرو جرام، الفيتامين سي 500 ملي جرام، الجسم محتاج 1000. طبعا الزنك عندي، النحاس عندي اي ثينك 3، وعندي الزنك وعندي كل فيتامين بي كومبلكس على فكره بالنسبه للجسم محتاجها يوميا ولا اقل؟ اقل سنه، أقل عشان سنة. اعتمد على الاكل، الاكل بالظبط. طبعا طبعا لازم يبقى في، وعشان يبقى لايف ستايل، عشان ما نقلقش من اي تركيز عالي. ده مهم بس. مهم ان الزنك موجود ومهم ان النحاس موجود. ليه حاطين دول مع بعض؟ عشان الزنك مش هيشتغل من غير النحاس. أيوه. ده لازم اقول ان الزنك مهما خدت زنك، واحنا عندنا اعلى تركيز في الزنك، فلازم نحط جنبه نحاس. ونصيحتي لاي حد بيتفرج علينا بياخد اي سبلمنت او اي مكمل غذائي تاني بالزنك، لازم يبقى قدامه نحاس، عشان خلوا بالكم بلاش النحاس يقع. تمام، دي نقطة مهمة. نخش بقى على أسئلة المشاهدين. أوكي، أستاذ محمد متولي بيقول صباح الفل على حضراتكم، كنت عاوز أعرف هل ممكن ألاقي ألب مالتي فيت عندنا في محافظة البحر الأحمر؟
طبعا ألب مالتي في دلوقتي متواجد في كل محافظات مصر منها محافظة البحر الأحمر، ويقدر ياخده من الصيدلية. بليز لو لسه ما وفرناش في الصيدلية اللي جنبه، احنا انا بقالي شهر وبشتغل للنهار، فممكن الاقي يعني لسه في صيدليه ما رحت لهاش، ما عندناش بديل. لكن هو اكيد احنا في خلال شهر هنكون مغطين كل محافظات مصر والبحر الاحمر كمان. سعره حلو جدا، فهدي لك بديل اغلى، بديل ارخص. انا ما عنديش بديل، وكل مره يعني صوروا ألب مالتي فيت من على الشاشه وقول لهم احنا مش عايزين غير ده. صح كده. استاذ احمد علاء بيقول صباح الخير، هو صحيح ممكن نقص الفيتامينات تؤثر على صحه الرجل بالنسبه للانجاب؟ اكيد ممكن طبعا، يعني من مشاكل الخصوبه طبعا هو بيروح لدكتور لانه بيحتاج ادويه، لكن من الفيتامينات الداعمه للخصوبه عندي فيتامين زي سوري من المعادن الزنك. الزنك داعم للخصوبه جدا، بيحسن جوده الحيوانات المنويه، بيحسن الحركه، بيعمل على عدم تشوهاتها، والنحاس مهم جدا لتجديد. انت عارفه اي حاجه في جسمنا بتتجدد. الحيوانات المنويه بيحصل لها تجديد فمحتاجه نحاس، فاي اي حاجه فينا بتتجدد سواء الدم سواء اي حاجه محتاجين معدن النحاس. طب هل ده برضو بالنسبه للسيدات؟ لو هنقلبها للسيدات مش للرجال، السيدات مهم جدا ليهم للتبويض بتاعهم وتحسين الخصوبه فيتامين اي. فيتامين اي انتي اوكسيدنت من الدرجه الاولى، مهم ان انا ادعم جسمي بمضادات اكسده، هقلل الالتهابات، همشي الدوره الدمويه في المبيض عندها، وهيحسن لها الخصوبه جدا. فيتامين اي مهم ليها مع الادويه بتاعت الدكتور. بالظبط، مع الادويه الاخرى، دي نقطه برضو مهم. دكتور دينا بقى، في ايمان منعم اخر حد، هو الشعر المتقصف ده سؤال كومن قوي، واللي مش بيطول ده سببه نقص فيتامين ايه، واعمل ايه تحديدا؟ الشعر المتقصف ممكن يبقى من احد الاسباب ده، ومن الفيتامين الاقوى للشعر البيوتين، وده متوافر. متوافر البيوتين فيتامين بي 6 اعتقد 6 او 7 متوافر في ألب مالتي فيت. مهم جدا انها تستخدم ألب مالتي فيت عشان يدعم شعرها. البيوتين مهم، فيتامين اي مهم، الزنك مهم، والكوبالامين مهم للشعر لانه بيحسن تكوين خلايا الدم. فألب مالتي فيت هتستخدم منه كبسوله واحده في اليوم، وبلاش اكثار من المكملات الغذائيه، يعني هو واحده مش هناخد خمسه منه. لقيت بقى شعري بيتظبط؟ لا هتشوف نتيجه على فكره في خلال 10 ايام، هتاخدي كل يوم قرص بعد الفطار. ده بجانب بقى العادات السليمه للشعر برضو، يعني اكيد لازم اعالج من جوه ولازم من بره برضو السشوار، يبقى بعد ما الشعر بينشف شويه. صح. مش وهو مبلول. صح. اللي نروح نعمل نغسل شعرين عند الكوافيرات، انا بكره الحركه دي، تمسك شعرك وتقعد تسلكه على الحوض. ده ابشع شيء. صح. ده ابشع شيء، يعني معرفش الثقافه عندنا غريبه جدا. صح. لا حاجه صعبه. طيب لو هنرجع تاني للعظام، ايه احسن سن ممكن ان انا الحق نفسي او ابني او الحق اي حد فيه؟ هل انا لازم ابدا من وانا صغير مثلا في سن معين، ولا الموضوع عادي ممكن يبقى نسبي، او ان انا ممكن على سن ال 40 سن ال 45 ابدا ان انا اهتم؟ انا بقول من سن 13 14 سنه ابتدي لو هستخدم ألب مالتي فيت، لان انا زي ما انا قلت التراكيز معقوله جدا، فانا استخدمه لان هو مش علاج، هو مش هستنى بعد ال 40 عشان اعالج حاجه، بستخدمه من سن بدري. هيدي الفيتامينز الكويسه ليه مع الاكل الصحي. عشان كده بقول ان لازم احاول اكل اكل صحي. ألب مالتي فيت مليان مضادات اكسده، مهم للسن الصغير ومهم للرياضيين جدا. عشان فيتامين بي مهم جدا، الدعم للاعصاب ليهم. الزنك مهم لان الزنك بيريح العضله بعد الجيم. اكيد السن الكبير هيحتاج، لكن طبعًا. انا ما عنديش مشكله ان السن الصغير يبتدي من سن 14 سنه يبتدي ياخد ألب مالتي. هو ما فيش حاجه بيعملها للذاكره، لسه كنت بتكلم مع كريم في الانترو والله، بقول له بعد الكوفيد انا تحديدا الذاكره عندي ما بقتش زي الاول. وفي دي اعراض للناس كتيره جدا يعني، فهل ممكن فعلا ده يفيدني في حته الذاكره؟ اكيد، لان انا خايفه تروح خالص تبقى مشكله، عارفه مفيش حاجه مضمونه يعني. لا، هو مشكله النسيان متكرر وفي لا بس بجد بعد الكوفيد فعلا انا ما كنتش كده قبل، يعني الموضوع بقى صعب. مفيش مشكله انك انت تدعمي اكيد اعصابك، لان الـ 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 المخ اعصاب والاعصاب المخ مهمه. انا عندي فيتامين بي دعم، فيتامين بي كومبلكس بكل مشتقاته دعم الاعصاب. مهم انك تاكلي اوميجا،
اوميجا ايه بقى؟ ولا اوميجا 3، اوميجا 3 او تجيبي اوميجا 3. مهم السمن السموك، مش السموك، المطبوخ. أوكي. ده داعم جدا، لان الدهون الصحيه مهمه جدا للمخ. المخ كله دهون. انا مش مع ان انا ما اكلش دهون، كله دهون صحيه. صح، احنا بنروح يا دكتور، احنا بنروح في سن صغير والله. نورتينا يا دكتور واستفدنا كالعاده. سلمين. وان شاء الله اكيد لسه في فقرات كتير جدا مع دكتور دينا احنا هنحضرها لحضراتكم، اكيد هتفيد برضو كل يعني اعمار وكل حضراتكم. خلينا نروح دلوقتي بقى لان الفقره خلاص، هنروح بقى، نروح فين؟ هنروح. اشوفكم بكره ان شاء الله، حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.